حياكم بالزبدة، معكم خالد، واليوم راح نشوف الـ LG G6 مقدم لنا اليوم من إكسايت الغانم. الـ LG G6 اللي أعطوني إياه إكسايت لون أزرق، راح تشوفون الحين استخدمته لفترة أسبوع، برشت ألومنيوم لماع من الخلف ومن قدام، تشوفون الشاشة الكبيرة علامة LG من تحت، عندك دقم الصوت من الجنب، وعندك أيضا الفينجر برينت سنسر من الخلف. البوكس داخله فيه شاحن وكيبل USB-C من هالجهة هذه، او احطه من الجهه الاخرى، اثنينهم يسيرون. فاليو اس بي سي اضافه حلوه حق التليفون هذا. كجهاز استخدمته هذا الاسبوع كان سريع في كل المهام اللي اعطيته اياه. البطاريه كانت ممتازه، استخدمتها لفتره هذا الاسبوع، شفت انه في يمكن يوم او يومين اللي استخدمت فيها الشحن في الليل، لكن في اكثر الايام شفت ان الشحن طول معي اليوم الكامل. وعندك ايضا الفينجر برنت سنسر من الخلف، فلما اني اضغط على الفينجر برنت سنسر من الخلف جدا سهل واني اوصل حق الدقمة هذه، على عكس السامسونج S8 اللي حاطينها يم الكاميرا وشفت انها شوية صعبة بالدخول على التليفون من ناحية الفينجر برينت سنسر. الشاشة وايد عجبتني، اشوف ان الوانها وايد حلوة، اذا حطيتها يم الايفون 7 يعني صراحة كجودة بالعين المجردة ما اشوف فرق بينها وبين الايفون 7. بالال جي جي 6 عندك زيادة في الدايمنشنز الى الاعلى بالطول، فتعطيك مساحة اكثر مفيدة لما تستخدم فيها بعض البرامج. حجم الشاشة مو نفس اللي متعودين عليه بالفيديوهات الطبيعية اللي هو 16x9، فالتليفون هذا 18x9 يعطيك طول زيادة. مشاهدة الفيديوهات على التليفون جدا عجبني، خاصة لما تشوف على اشياء على نتفلكس وتكون مثلا مال الشاشة بالكامل، لكن لما تشوف في فيديوهات عادية راح تشوف ان في اسود يمين ويسار الشاشة، وهذا شيء ما اذاني واشوفه شيء عادي واتعود عليه بسرعة. بما ان الشاشة طويلة شفت ان المالتي تاسكينج شيء سهل مع التليفون هذا، فيعطيني مساحة عشان اشوف الفيديو فوق وتحت، مساحة علشان اشيك على ايميلاتي واستخدم التليفون في اكثر من برنامج. نظام LG للاندرويد خفيف جدا، لكن ما عجبني الهوم لانشر، فانا ابدله في لونشر اللي هو EVIE لونشر. وايد يعجبني صراحة، حيل خفيف، احسه يخلي لي الاندرويد تجربة جدا حلوة. اما من ناحية الكيبورد، مثل ما تشوفون استخدم كيبورد سويفت، وهو كيبورد موجود عندي على الاندرويد وعلى الايفون واستخدمهم اثنينهم. طبعا لان الشاشة تختلف شوية عن الشاشات الاخرى، يعطونك اب سكيلينج، يعني تي تدش على كذا اب تخليه يملأ الشاشة او ما يملأ الشاشة على حسب اللي انت تبيه. في بعض البرامج تقدر تغيرهم، وفي بعض البرامج اشوف انه ما تقدر، لكن اكثر البرامج اللي زدت فيها هذا الاب سكيلينج شفت انه تطلع بشكل وايد حلو، خاصة الهوم لانشر مال EV. اما من خلف التليفون راح نشوف انه في كاميرتين، معناته ان كاميرا واحدة هي الكاميرا العادية بالتليفون، والكاميرا الثانية تعطيك وايد انجل، يعني تعطيك زاوية اكبر اثناء التصوير، وشفت هذه جدا مفيدة وافضل حتى من الزوم اللي تي في الايفون 7 بلس. يعني انا من شرائي للايفون 7 بلس شفت اني استخدمت الزوم تقريبا 5 إلى 7 مرات، على عكس كاميرا السيلفي الموجودة قدام التليفون اشوفها احنا في 2017 في وايد تليفونات اقوى منها مثل الايفون 7 وكاميرا السامسونج S8 الامامية. فمن ناحية كاميرا سيلفي اشوفها في شيء ما عجباني بالتليفون اللي هم الايوكس من فوق، وعندي سماعات ايضا من تحت، سماعة واحدة، فانا من مستخدم الايفون سماعات الايفون جدا جبارة، خصيصا الايفون 7 لان في سماعتين تحت ومن فوق، فلما اني استخدم هذا التليفون احس شوية سماعات شوية يعني مو قد الايفون. يعني الشيء اللي يعجبني في الشاشة انه ما في الوان فاقعة في التليفون مثل سامسونج S8، سامسونج S8 تاخذ الالوان وتسوي لها اوفر ساتوريشن على التليفون، لكن شفت LG خلوا الالوان طبيعية لما اني اشوف صور، لما اشوف فيديوهات، لما اشوف افلام، وهذا السبب يمكن يخليني انا اختار الـ LG G6 على السامسونج S8. في اشخاص راح يقولوا لي سامسونج S8 مواصفاته اقوى، شاشته يمكن احسن، كاميرته احسن، لكن راح اقول لكم فرق السعر اشوفه كبير، ولما بي اخذ تليفون مواصفاته ما تهمني كثر ما انه لما استخدمه يوميا يكون سهل سريع ما يهنق ويعطيني جوده مثل هذه. تليفون LG G6 موجود حاليا في معارض إكسايت، موجود حتى في موقع إكسايت، تقدر تطلبه من هني او تروح تجربه في المحل وتشتري. يعطيكم العافيه وحياكم بالزبده.